في مملكة معينة، عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أجمل فتاة، لا يسع المرء إلا أن يذكر الأميرة زوي. كانت تمتلك وجهاً ملكياً ساحراً. كان شعرها يلمع مثل تيار ناعم، وهو مشهد ترك الكثير من الرهبة. ومع ذلك، كان المتناقض مع جمالها سلوكاً متعجرفاً ومتغطرساً. بسرعة، ابعدوا هؤلاء القذرين عن عيناي. انزعجت زوي من كل الأفراد الفقراء والبائسين والقبيحين، مما جعلهم يعيشون مختبئين مثل الفئران. حتى ذات يوم أصيبت زوي بمرض خطير فجأة، ولم تعد قادرة على تناول أو شرب أي شيء. كان الملك والدها قلقاً للغاية، سعى إلى كل أنواع العلاجات النادرة لعلاجها. وفي نهاية المطاف بدأت حالة الأميرة في التحسن، لكن زوي أدركت أن شعرها الجميل لم يعد جميلاً كما كان من قبل. ماذا يحدث لشعري؟ تدريجياً تساقط شعرها تماماً، تاركاً لها رأساً أصلعاً. من شخص واثق من نفسه، تحولت زوي إلى روح يائسة وغير واثقة بنفسها. أيتها الأميرة، ارحلي، ارحلي! عندما نظرت زوي إلى المرآة ورأت قبحها، شعرت بمزيد من اليأس. هذا صحيح، يجب أن أجد سيلاس، أمهر ساحر في المملكة، حتى ينمو شعري من جديد. وهكذا في تلك الليلة، بينما كان الجميع نائمين ولم يتمكن أحد من رؤية رأسها الأصلع، تسللت زوي سراً من القلعة للعثور على الساحر. دخلت منزل الساحر بشعور غريب يلف زوي. ماذا تطلبين أيتها الأميرة الصلعاء؟ أريد أن ينمو شعري من جديد. بهذا التصرف؟ مستحيل. أرجوك ساعدني. حسناً حسناً، تعالي معي بسرعة. قاد سيلاس زوي إلى غرفة، حيث كان هناك العديد من مجموعات الشعر المستعار. هذه الباروكات ستجعل الأميرة أكثر جمالاً. سأختار هذه. لا يمكنك، إذا تم ارتداؤها ستجلب المتاعب بالتأكيد. لا، سوف أشتريها. يا لك من حمقاء، لقد ربحت اليوم القليل. في الصباح الباكر قامت زوي بسعادة بتصفيف شعرها الجديد. بشكل سحري بدت وكأنها شخص مختلف، بل وأكثر تألقاً من ذي قبل. جميل جداً، شعر عجيب. أبعدي يديك عن شعري، أخرجي بسرعة. عادت الأميرة الشقية. خرجت زوي بثقة إلى الخارج، وشعرها يتلألأ في ضوء الشمس مثل جسر قوس قزح. فجأة اصطدمت فتاة ضعيفة ومريضة ترتدي قبعة ممزقة بزوي عن طريق الخطأ. سقطت قبعتها. أوه، صلعاء. أنا آسفة، أرجوك أعيدي قبعتي. إذا كنت قبيحة فلا تظهري وجهك حتى في الخارج. نمت فرحة زوي عندما لعبت مقلبها الصغير. توجهت إلى كشك البائع واشترت سواراً من الأحجار الكريمة الثمينة. هذه قلادة من الأحجار الكريمة النادرة والمكلفة. سأستبدل خصلة الشعر هذه بها. ولكن عندما كانت تشد شعرها، تعرضت لضربة مفاجئة على رأسها، مما جعلها في حالة من الذهول. من هناك؟ تعدت زوي بإحباط عن نظرات الساخرة وقمعت ضحك المتفرجين.
أرى منزعجة جداً، يجب أن أجد الشخص الذي ضربني بالتكتم. لست بحاجة للبحث، إنه أنا. من أنت؟ أنا لايرا، صاحبة شعر قوس قزح الذي ترتدينه. لقد لقيت مصيراً مظلماً ولم أتمكن من الهروب، فاندمجت في هذا الشعر على أمل أن أجد من يساعدني. لا أعرف شيئاً، هذا الشعر ملكي الآن، توقفي عن التمسك به. وفي اليوم التالي واصلت زوي البحث عن الفرح. لا تذهبي، سيحدث شيئاً غير سار اليوم، يجب عليك. اصمتي. في السوق قامت زوي بخداع ومضايقة الجميع من حولها بشكل هزلي. ابتهجت زوي بمزاحها واستمرت في التسبب في الأذى وإغاظة الجميع. اصطدمت زوي بصبي رث الملابس اسمه برونو. أتعرف من أكون؟ أتعرفين أنت من أكون؟ شعرك الجميل هناك، سأبيعه. لا، الأميرة صلعاء، شعر قوس قزح مزيف. تجمع الناس ووبخوا زوي. تحطمت صورة الجمال والقوة التي كانت تحملها في أعين الجميع. لقد حذرتك لكنك لم تستمعي. أتفهم هذا الشعور لأنني مررت به أيضاً. عندما كنت على قيد الحياة كان لدي شعر قوس قزح رائع، ولكن لأن زوجي كان مريضاً للغاية اضطررت إلى بيع شعري لساحر للحصول على المال مقابل علاجه. خدعني متظاهراً بالمرض واستخدم هذا المال ليخطب فتاة أخرى. شخص قبيح مثلك لا يستحقني، اخرجي من هنا. بسبب السخط غادرت هذا العالم. روحي لم تستطع الهرب، فاضطررت للدخول في هذا الشعر على أمل أن أجد من يساعدني في الانتقام. بعد سماع ذلك شعرت زوي بالتعاطف مع الروح المعذبة. لا أستطيع مساعدتك، لا أستطيع حتى مساعدة نفسي. سأساعدك على استعادة ثقة الناس ومحبتهم عند الاستماع إلى كلمات لايرا. استخدمت زوي أموالها الخاصة لشراء كل الشعر المستعار من الساحر ووزعتها على المرضى والفقراء الذين فقدوا شعرهم. أنت جميلة حقاً وطيبة القلب، سواء كان لديك شعر قوس قزح أم لا. عند سماع كلمات الرجل العجوز أدركت زوي أخطاءها الماضية وأصبحت أكثر تصميماً على تغيير ومساعدة الآخرين. شكراً لك على مساعدتي في فهم أن جمال الروح هو ما يهم حقاً. هيا أخبريني، ماذا علي أن أفعل الآن لمساعدتك؟ قادت لايرا زوي إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه. نظرت إلى كل شيء دون تغيير. انفجرت لايرا في البكاء. من هناك؟ لقد كان تايسون زوج لايرا. بعد وفاة لايرا هجر تايسون أيضا زوجته الجديدة. امتلأ بالمرارة وأغرق نفسه في الكحول فصار إنسانا بائسا ومضطربا. رأى زوي بشعر قوس قزح يشبه شعر زوجته الراحلة. لايرا زوجتي، أنهيه الآن زوي. توقفي. تحدثي يا لايرا، عبري عن شكواك، سأساعدك على نقل مشاعرك إليه. أحببتك كثيرا ومع ذلك خنتني، أنت حقير لا تستحق الحياة. أنا آسف، لقد كنت مخطئا، أنا نادم حقا على خسارتك. أنا على استعداد لقضاء ما تبقى من حياتي في التوبة. أخيرا تمكنت لايرا من التخلص من الأعباء الموجودة في قلبها ولم تعد تعاني من الندم. شكرا لك، سوف أعيده إليك، يجب أن يعود هذا الشعر إلى صاحبته. لرد الجميل شاركت لايرا نصف شعرها قوس قزح مع زوي.
الآن أصبح لكل منهما شعر قوس قزح أقصر قليلاً. إنه شعر حقيقي. كانت زوي مقتنعة وراضية بما لديها، سواء كانت صلعاء أو ذات شعر قصير، كانت زوي دائماً الأميرة المحبوبة من الجميع. اشتركوا في قناة واو فيري تيل للمزيد من القصص الرائعة والمؤثرة. لطالما سمعنا أن الملائكة طيبون وكريمون وأن الشياطين أشرار، لكن هل فكرت يوما إذا كان شيطان على شكل ملاك ويستخدم هذا المظهر لفعل أشياء سيئة، كيف ستنتهي الأمور؟ دعونا نكتشف الآن. في مملكة بعيدة بعيدة، حيث توجد ملائكة وشياطين وبشر، هناك أميرة بشرية وردة جميلة وفخورة، باركتها الملائكة مع القدرة بالتحكم بالنباتات منذ الولادة، لذلك تعجب الجميع وتأمل أن تصبح الملكة القادمة للمملكة. كانت مختلفة تماماً عن أختها وين، التي لطالما تجنبها الجميع بسبب شخصيتها الغير عادية. مع ذلك أحبت روز دائماً زراعة العديد من حدائق الورود في القلعة مع أختها كرمز للأخوة بين الاثنتين. ذات يوم أثناء المشي، رأت روز ووين حريقاً مخيفاً يضايق رجلاً ويغريه في الغابة، ورأوا إشاعة مرعبة أخيرة. في الآونة الأخيرة سمعت شائعة أن هناك قوة مظلمة تجمع القوة من الاستياء وعدم الإيمان بحياة الأبرياء لتزيد من سحرهم. أعتقد أنه قد يكون هو، لذلك دعينا نلحق به. بعد وصولهم، رأت الأختان أن النار تحولت إلى شيطان، وكان يساعد المزارع على لم شمله مع روح زوجته. لماذا ساعدتني في رؤية زوجتي مرة أخرى؟ أليس هذا ما تريده؟ وأيضاً، أنا شيطان، أحب أن أفعل أشياءً محظورة، لذا فإن إنقاذ الناس شيء لا ينبغي أن أفعله، لكني أريد أن أحاول كسر القواعد مرة واحدة. يبدو هذا ممتعاً للغاية، ويساعدنا على إدراك أن الشيطان يمكن أن يجعل الناس يبتسمون هكذا. كان المزارع الفقير ممتناً جداً لأفعال الشيطان، وتفاجأت وين. كانت روز فقط محافظة وعنيدة، وتعتقد أنه حتى لو فعل الشيطان الخير لا يزال لديه مصير شرير ونحتاج لتدميره، لذا استخدمت التعاويذ لمهاجمة الشيطان فجأة. لماذا هاجمته؟ إنه شيطان، لكنه لا يزال يساعد المزارع على مقابلة روح زوجته، لذلك ربما لا يكون مثل الشياطين الآخرين وليس قوة مظلمة كما في الشائعات. نعم، أعتقد أنه رجل طيب. رغم أنه ساعدنا مرات عديدة، إلا أنه شيطان خطير. نحتاج إلى وضع هذا الشيطان في الحبس. عندما عادوا إلى ديارهم، التقوا بأحد الزوار آدم الذي كان يزور المملكة، وسمع أمنيات جميلة بشأن فترة ولاية الملكة روز الجديدة القادمة. ويجب أن تكون هذه الأميرة وين الصغيرة، لكن وجهك لا يبدو جيداً. أعتقد أنه يجب عليك الابتعاد عن الأشياء المظلمة من حولك، وأيضاً سيؤثر ذلك على صحتك كثيراً. الزائر على حق، إنها أيضاً فكرتي، لذا الآن اذهب إلى غرفتك واستريح. أجل! تظاهرت وين بالعودة إلى غرفتها، لكنها غالباً ما كانت تذهب إلى الزنزانة بصمت لمقابلة الشيطان ومعرفة الموقف بشأنه. لم تعرف روز ذلك لأنها كانت مشغولة بالتحضير لحفل التتويج مع آدم. من الآن فصاعداً كانت العلاقة بين روز وآدم تتحسن تدريجياً. ذات يوم بينما كانت روز تمارس السحر، بحث عنها آدم وطلب منها المشي والاسترخاء. ومع ذلك بعد المشي لفترة، سمعوا والدي روز يصرخون في مكان قريب. سارعت روز وآدم للمرور عليهم، ووجدوا أن حديقة الورود كانت مليئة بالنباتات المخيفة التي تلف والديها وين والشيطان. حاول الشيطان أيضاً استخدام السحر لإحراق الكروم، لكنه تمكن فقط من السيطرة على جزء من النباتات. حاولت روز إطفاء الحريق، لكن تسبب في إصابتها ورعبها. أخيراً بمساعدة آدم تمت تسوية كل شيء، تم إخماد الحريق وتوقفت النباتات. لماذا أنتم والشيطان هنا؟ وماذا حدث لحديقة الزهور والناس؟
لا أعرف، عندما زرت إيفان رأيت بعض الأشجار العملاقة تظهر وسمعتهم يصرخون، لكن لم أعرف كيف أنقذهم. ساعدت إيفان على الهروب من الزنزان. تركته يخرج من زنزانته. أنت تعرفين حتى اسمه؟ أتعلمي أن كل هذه الأشياء يمكن أن تكون بسببه؟ قبل أن تتمكن روز من طرح المزيد من الأسئلة، جاء والداها للدفاع عن وين وإيفان. روز، لا يجب أن تكوني عدوانية. نعلم جميعاً أنه على الرغم من أن إيفان شيطان، إلا أن الطريقة التي ساعد بها الناس تثبت حقيقة أنه رجل صالح. كان هناك تعويذة في الزنزانة، لذلك لم يستطع استخدام أي سحر. علاوة على ذلك، جاءت هذه الأشجار من غرفتك عندما مررنا بها، لأنك لم تركزي على ممارسة السحر. تسببت بالصدفة في هذا الحادث. أنا؟ روز، لا يجب أن تحكمي على الكتاب من غلافه. وأيضاً، إذا أثبت إيفان أنه شخص جيد، يجب أن نمنحه فرصة لإظهار ذلك، وربما يجب إعادة النظر في موقفك. شعرت روز بالغضب الشديد، لكن آدم نصحها ألا تغضب وأخذها بعيداً. بعد الحادثة، كان آدم دائماً بجانب روز. قال أنه الوحيد الذي دعم روز في أصعب لحظاتها. شكراً لك على ثقتك بي، ليس لدي سوى هذه الهدية الصغيرة لك. ومع ذلك أدركت روز تدريجياً أن سحرها خرج عن نطاق السيطرة، وتسببت في أن يحدث الخدم شائعات بأن سحرها تعرض للعنة. روز، اهدئي، سأكون بجانبك وأساعدك في معرفة السبب. شكراً لك. في يوم التتويج، عندما كان الجميع يركزون على روز، تقدمت وين بمظهر رائع أدهش الجميع. كما اتضح، أرادت وين تهنئة روز في يومها الكبير، لذلك حاولت ارتداء ملابس جميلة للمشاركة. ومع ذلك، شعرت روز بالإهمال، لأن الجميع لاحظوا أختها فقط. عندما رأت روز أن تصميم التاج قد تغير إلى اللون الأحمر بناءً على اقتراح وين، بدأت تشعر بالذعر. ذكرها اللون بالحادث السابق، وخاطرها الخوف من الحريق في ذلك اليوم. روز، اهدئي. لا، نار، أنا خائفة. في تلك اللحظة، سمعت الناس من حولها يضحكون على مظهرها، مما جعلها أكثر غضبا. اصمتوا! مع ذلك، انحرفت تصرفات روز عن معايير ملكة الوراثة، لذا كان والديها يائسين. روز، لماذا تفعلين هذا مع الناس؟ أظهر موقفك أنه لا يزال لديك الكثير لتتعلميه قبل أن تصبح الملكة التالية. إذا استمر حدوث ذلك، أخشى أن التاج ربما سينتقل إلى وين في المستقبل. لماذا؟ أنا البنت الأكبر، ولدت لأكون ملكة، لكنك الآن تعطي مسؤولية كبيرة لشخص يلعب مع شياطين مثل وين. إلى جانب ذلك، يجب أن تحاول وين والشيطان إذلالي ومحاولة سرقة كل شيء مني. روز، حتى الآن فقط آدم فقط معي، وكل من بقي منكم يشير بأصابع الاتهام إلي طوال هذا الوقت. لا، لم أفعل ذلك عن قصد. وأما التاج، لأني سألت آدم عن اللون الذي سيبدو مناسباً لك، لأتمكن من تعويض سوء الفهم فيه. لا، لا تصدقي وين، إنها فقط تختلق الأعذار لأفعالها السيئة. الآن عليك أن تثبتي قوة الملكة للجميع ليعبدوك. ثم مد آدم يده إلى روز في حالة من الغضب. لم تفكر روز كثيراً وأمسكت بيده، ومع ذلك تسبب هذا في أن تقتل روز عليها، وأطلقت العنان لسحر لا يمكن السيطرة عليه مع كل شيء من حولها. روز، توقفي أرجوك، كل ما أريد أن أفعله هو أن أكون جيدة مثلك. اهدئي. ألقت روز تعويضة على وين، لكن إيفان تمكن من إنقاذ وين. لا يزال السحر يتسبب في سقوط الجدران وكشف حديقة الورود التي اعتادت وين وروز التجول فيها. حديقة الورود، أجل، إنها حديقة كنا نجلس فيها ونتحدث عن كل شيء في هذا العالم. وبفضل تشجيعك، حاولت أن أبقى ثابتة كما أنا اليوم. أفتقد حبيبتي روز التي كانت طيبة. رأسي يؤلمني. نظراً لأن سحر روز كان غير مستقيم، دفع آدم وهجم إيفان وويل. لماذا؟ لماذا تريد أن تؤذينا؟ لأنني أنا القوة المظلمة التي تجمع الشر وعدم الإيمان بالحياة. أنتم تبحثون عني.
كما اتضح، على الرغم من أن آدم كان الملاك الزائر، لكن لم يكن أحد يهتم به وتركه الجميع، لذا كان لديه الكثير من الأفكار الخاطئة. عندما وجد كتاباً سحرياً قديماً، اكتشف السحر الأسود الذي يمكن أن يساعده على اكتساب الاحترام والسيطرة على المملكة. تجمع الغضب والاستياء من الناس، وخاصة مع الأشخاص ذوي السحر الفطري، وأسرع في الحصول على مصدر السحر هذا. وروز هي الهدف النهائي الذي يمنحنا ما يكفي من الهيمنة هنا. لا أعتقد ذلك. كيف يمكن مقارنة الاستياء البشري بالشر؟ هل يجعلك أقوى إذا أخذت قوته؟ صحيح. لماذا تعطيه تلميحاً؟ روز، أرجوك استيقظي. لا تدعي آدم يتحكم بك. فات الأوان. أيتها الأميرة الصغيرة. ثم بعد ذلك امتص آدم بسعادة استياء إيفا. ومع ذلك فإن نباتات روز التي تتحكم في القوة ولهبوا إيفا ولدا معاديين بطبيعتهم، لذلك عندما امتصهما آدم في جسده انصدمت القوتان وانفجرتا، مما تسبب في اختفاء آدم في وقت لاحق. وعيدت القوة الممتصة إلى إيفان وروز، وكلاهما مملوء بالملائكة والشياطين. أعتذر عن ثقتي في كلام آدم كثيراً وحكمي على الكتاب من غلافه دون الاعتراف بجهودك. شيء واحد، عندما رأيت الورود في الحديقة وسمعت أفكاره استيقظت وأدركت أنه بغض النظر عن مدى تغييري ستكون دائماً متواجدة لدعمي. لذلك أعتقد أن والدينا على حق، لا يزال لدي الكثير لأتعلمه والكثير لأستعيده، لذلك أنا لست مستعدة لأن أكون الملكة حتى الآن، وأمل أن يمنحك التاج، فأنت شخص يستحقه أكثر مني. لا روز، أعتقد أن كل شخص لديه نقاط ضعف، والوقوف بعد السقوط مهم، دعينا نحاول التحسن معا. بعد ذلك أحنت روز رأسها واعتذرت لوالديها ووعدت بمحاولة تحسين نفسها في المستقبل والسماح للأمور بالعودة إلى طبيعتها. أخيراً بعد سنوات من المحاولة قادت روز وويل أنها إلى قدر أكبر من المساواة والديمقراطية والازدهار.